مشاهدينا الكرام، من السياسة في مصر إلى حياة الناس وحوادث القطارات، فقد لقي نحو 20 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 50 آخرين في حادث انفصال عربتين من قطار ركاب اصطدم بقطار بضائع بمحافظة البحيرة، وفقا للحصر المبدئي الذي أجرته وزارة الصحة المصرية. وكان القطار رقم 3274 متجها إلى القاهرة، فتصادم بآخر عربتين بقطار البضائع المتجه إلى الإسكندرية، ووقع الحادث في مدينة كوم حمادة. من جانبه، كلف النائب العام فريقا موسعا بإجراء المعاينات اللازمة لموقع الحادث للوقوف على أسبابه. وتشهد سكك الحديدية المصرية من حين لآخر حوادث مؤلمة تودي بحياة عشرات الركاب، ويحمل المواطنون السلطات المصرية المسؤولية عن تردي الخدمة داخل القطاع. وينضم إلينا عبر الهاتف من محافظة البحيرة السيد أحمد عبد الله، وهو شاهد عيان على تصادم القطارين. أستاذ أحمد، أهلا بك معنا، ما الذي شاهدته؟ أهلا بحضرتك. أهلا بك. أهلا بحضرتك. فضل. الأول أبدأ كلامي إن أنا أنعي الناس أو أعزي، أو أنا حتى مش عاوز أعزي، هو الناس زهقت من الوعزة وزهقت من النعي. الكلام ده كلام مسؤولين وأنا مش مسؤول. طيب. الناس في الغلبة دي عاوزة حاجة تانية أكتر من كده. الناس دي عاوزه تتعامل بادميه، تتعامل انهم بني ادمين مش مواشي. ايه روايتك عن الحادثه يا استاذ احمد؟ هبدا كلامي ان الاول قطر ركاب خبط في قطر بضائع، و وفيات 20 او ازيد، واصابه ممكن اصابات تعدي ال 100 وال 150 في كذا مستشفى. الاول احب اقول ان قطر الركاب ده سيادتك مش قطر ركاب خالص، ده لا يصلح لمواشي. يعني انا ركبته كتير، ده قطر والله لا يصلح للمواشي. تمام. قالوا ان في الاصابات راحت مستشفى بدر، ومستشفى بدر دي اقرب مكان للحادث. ما فيش اصلا مستشفى بدر، ما فيش بس في الحمد لله في مشرحه يعني. طيب انا بس عايز اسالك عن حاجه يا احمد، بما انك كنت شاهد عن الحادثه. الحقيقه انا كل المشاهد والفيديوهات اللي خرجت وخصوصا على المواقع المصريه، وجدنا على الاقل في بدايه الحادثه ان الناس هي اللي كانت بتحاول ان تسعف المصابين او تخرج الجثث، تغطيهم حتى بالملاءات والبطانيات. يعني هل يعني تاخرت الدوله في ارسال الاسعاف، في ارسال الطواقم الطبيه؟ ما الذي حدث يعني؟ هو الاول اهالي المنطقه هناك، اهالي قريه ابو الخاو، ناس رجاله يعني، ناس كويسه جدا، هم اللي قاموا بنقل اذا كانت جثث متوفيين او اصابات، نقلوها لاقرب مستشفى. الاسعاف جت، بس جت طبعا حضرتك عارف الاسعاف بتاعنا مش اسعاف طائر يعني، واصلا الطرق لا تصلح انها الاسعاف تيجي بسرعه. الاهالي ودوا مستشفيات بدر، ومستشفى بدر ومستشفيات خاصه مش المستشفى العام، لان المستشفى العام بتتبني لسه بعد 5 سنين، ولسه هتقعد كمان 10 سنين قبل ما تخلص. مستشفى بدر دي اقرب مكان لموقع الحادث. في مستشفيات تانية تبعد 100 كيلو اذا كانت مستشفى اتاي البارود، مستشفى دمنهور، مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون، دي بعيده جدا. انما المستشفى اللي هي القريبه من مكان الحادث لا تصلح، مش مستشفى، مفيش اصلا مستشفى. نعم، اشكرك شكرا جزيلا. احمد احب اقول اتفضل لو في حاجه قولها بسرعه يعني، قول الجزء اللي عندك. اتفضل يا احمد، اتفضل يا سمح. ماشي. كاتب ابقوا على القطر اللي ضارب، ابقوا على المر اللي شارب، ارواح غلابه شقيقين ومسؤول تشوفه في المصايب، فالحين تلمه في الضرايب ولا الضمير ده فينه غايب، تذاكر بتغلى على التعبانين وكتير بنبكي على القرايب. شكرا جزيلا. اشكرك احمد عبد الله، شاهد عيان، كنت معي عبر الهاتف من محافظة البحيرة. كما أشكر ضيفي في الاستوديو الأستاذ وائل قنديل الكاتب الصحفي، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ وائل. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نواصل المسائية وفيها